بيان توضيحي من صحف جريدة الأخبار اللبنانية عثمان تزغرت بخصوص ما أعلنه عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر خلال نشرة الأخبار ليلة أمس. جاء فيه بالخصوص أنه إثر تكذيب الفريق الإعلامي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية لبعض ما ورد في المقابلة التي أجراها الصحفي مع الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب الحزب، وبالأخص فيما يتعلق بقوله إنه يرفض تولي النهضة لحقيبة وزارة التربية. أكد البيان التوضيحي أن الصحفي الذي أجرى المقابلة مع الدكتور المرزوقي توجه إلى الفريق الإعلامي للحزب بالرد التالي مرفقا بالتسجيل الصوتي الذي يثبت أن الدكتور المرزوقي أدلى فعلا بذلك التصريح، أننا لم نقله ما لم يقل ولم نزور أي تصريحات على لسانه حسب ما جاء في البيان. ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع معنا مباشرة عبر الهاتف الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية. مساء الخير سيد منصف. مساء الخير. في البداية، ما هو ردكم على هذا البيان الذي يؤكد تصريحات أدليتم بها إلى صحيفة الأخبار اللبنانية خاصة فيما يتعلق بوزارتي التربية والداخلية وتحالفكم مع حزب حركة النهضة؟ الموضوع هذا يطرح على 3 مستويات. المستوى الأول هو العلاقات الصعبة بين رجل السياسة ورجل الإعلام، يعني هناك مشاكل كثيرة ناتجة عن يعني أحيانا سوء تفاهم، أحيانا أنا كم من مرة يعني تصريحاتي شوهت، كم من مرة أخرى تم سياقها، لكن في القضية في قضية الحالة أنا لا أتهم هذا الصحفي بالتسجيل بتاتا، وأعتبر أنه الكلام الذي قلته ما دام مسجلا فأنا أحسب على وبالتالي الموضوع هذا مغلق. لكن اهم من اهم هذا هو بعد هذا سيد المنصف، عفوا خليني اكمل. سيد المنصف، النقاش هو هذه قضيه يعني موقفي من يعني لم نسمع جيدا ما قلتم سيد المنصف، بعد اذنك لو تعد الفكره، هل ادليتم بهذا التصريح فعلا ام انه يعني زور وكما قال؟ لا انا لا اقول انه زور، لكن انا شخصيا لما قرات هذا التصريح يعني فوجئت به، واعتقد انه من هنا فصاعدا يجب ان اطلب من كل صحفي ياخذ مني التصريح ان يعيده علي حتى اقراه مليا، لانه يعني احيانا افكار تتتالى بسرعه ويجب ويمكن ان تصح. لكن على كل حال النقطه الهامه ان سمحت وهي موقفي، وهو المستوى الثاني للنقاش، وهو موقفي من انه النهضه تتولى هذه الحقيبه او تلك. نحن لحد الان بصدد النقاش، وانا اريد ان اقول للتونسيين ان كل ما قيل الان عن تولي هذه الحقيبه او تلك هو سابق لاوانه، كل هذا يعني ما زال مفتوح للنقاش. ثالثا انا اريد ان اؤكد مره اخرى على ان العلاقات التي تربط حزب المؤتمر بحركه النهضه مبنيه من جهه على الثقه ومن جهه على الوضوح. الثقه نحن نتعامل مع اطراف يعني جاده، واعتقد اننا بسبب البناء من اجل دوله مستقبليه يعني تتضمن لتونس كل الحقوق، والوضوح يعني هناك اختلافات حقيقيه، وهذه الاختلافات يعني لا تفسد للود قضيه. اذا المساله الاولى فيما يخص الصحفي وترك يعني اتهام بتزويره فانني اعتذر، والقضيه الثانيه هو انه فعلا ما زال هناك نقاش حول الحقائب السريه، والنقطه الثالثه هو مثل ما قلت يعني انا اطمئن التونسيين ان كل العلاقات مبنيه الى حد الان على الوضوح وعلى الثقه، ونحن نامل ان نصل الى نتيجه يعني ايجابيه. دعنا نبقى في هذا الاطار دكتور منصف. دكتور منصف، يعني ننتهز الفرصه لنسالك عن يعني اين وصلت المشاورات لتشكيل الحكومه، خاصه انكم قلتم يعني في تصريح صحفي انكم تتمسكون برئاسه الجمهوريه. شوف، اولا مجالس الامانات، ثانيا طالما لم تكن هناك اعلان رسمي فان كل ما يقال الى حد الان هو من باب الشائعات، لكن اريد ان اطمئن التونسيين والتونسيات انه الناس التي تتناقش لا تتناقش على الحقائب خلافا لما يقال، نحن نناقش على السياسات، نحن نريد ان نطمئن على ان تونس غدا يعني ستكون هناك اصلاحات تدريجيه لكنها اصلاحات تدريجيه وجذريه، ونريد ان يعني ان نطمئن التونسيين على ان كل الفرقاء الذين يتناقشون الى حد الان يتناقشون بروح عاليه من الاستقلاليه ومن التوافق. واضح سيد المنصف، الى اين وصلتم في هذا النقاش بعد اذنك؟ يعني اكيد انه مساله الحقائب ليست مهمه، ولكن مهمه بالنسبه للمواطنين يريدون ان يعرفوا. يعني المواطنين يجب ان يعرفوا انه التمشي هو تمشي طبيعي لحد الان، يعني احنا قمنا بالانتخابات في الوقت، المحكمه الاداريه اصدرت حكمها، نحن يعني من هنا ل 22 نوفمبر لا نستطيع ان نفعل شيء، بما انه يجب ان نذكر هنا ان المجلس التاسيسي هو صاحب القرار، نحن لا يعني لا نقرر من سيكون الرئيس و
وإنما سنرشح من سيكون الرئيس، نحن لا نقرر من سيكون رئيس. هل هناك ترشيحات سيد المنصف؟ دعنا نخصص أكثر، هل هناك ترشيحات لرئاسة الجمهورية مثلا؟ نعم هناك ترشيحات، وهناك ترشيحات، وهناك ترشيحات. أبرز هذه الترشيحات؟ النهضة رشحت الأخ الشبالي لتكون رئيس الوزراء، مؤتمر مع الجمهورية رشحني لتكون رئيس الجمهورية. كل هذا يعني يجب يبقى ترشحات. المجلس التأسيسي هو صاحب القرار، هو صاحب السيادة، هو الذي سيقول الكلمة الفصل. هي قضية ترشيحات فقط وليس تعيينات، لأنه ليس لأي أحد الحق بأن يعين شخصا، بما أنه مرة أخرى صاحب السيادة وصاحب القرار المجلس بكلياته. بعد إذنك نعم نعم دكتور منصف، بعد إذنك سؤال آخر، يعني هناك من يتهم الحكومة القادمة والتي ستشكل بأنها ستشكل من ثلاثة أطراف سياسية، من ثلاثة أحزاب، يعني لم تفتح النهضة، تحدثت عن الوفاق والتكاتل، تحدث عن حكومة مصلحة وطنية، ولكن بعض الأطراف يتهمون يعني مكونات هذه المجلس التأسيسي خاصة ثلاثة أحزاب النهضة والتكاتل والمؤتمر بتشكيل حكومة تتكون من هذه الأطراف السياسية فقط. أولا هذه ليست تهمة، يعني تهمة ماذا؟ يعني إذا كان هذه الأحزاب لها الأغلبية في المجلس التأسيسي فأنا من حق، يعني يقولون تهمة لأنكم بعد إذنك دكتور منصف تقولون أنه تريدون حكومة وفاق وحكومة مصلحة وطنية، ولكن في النهاية نكتشف أنه حسب ما يقولون طبعا أنه ليست حكومة لا وفاق ولا مصلحة وطنية، حكومة تتكون من هذه الأطراف الثلاثة المنتصرة في الانتخابات. سيد الكريم، مبدأ تشكيل الحكومة الذي يعني مؤتمر مع حزب النهضة هو توسيع الحكومة. أنا طلبت حكومة وحدة وطنية، كل الناس متفقة على أن هذه الحكومة قدر ما تكون أوسع ما يكون، بقدر ما يكون تكون أحسن ما يكون، وبالتالي النية من قبلنا متجهة إلى توسيع هذه الحكومة حتى يعني تكون حكومة وحدة وطنية. لكن إذا كانت هناك أطراف لا تريد الدخول في هذه الحكومة، نحن لا يمكن أن نجبرها ولا يمكن أن نتهم بمحاولة الاستحواذ. خليني ألخص مرة أخرى، أريد أن أطمن التونسيين على أن الأمور ماشية في طريقها الطبيعي، أنه نحن نناقش السياسات أكثر مما نناقش الأشخاص. عندما نتفق على السياسات ونحن بصدد الاتفاق عليها فإن ذلك سنسمي الأشخاص. وأننا متفتحون يعني لكل التيارات ولكل الطاقات التي تريد أن تبني معنا هذه الدولة. سؤال أخير دكتور منصف، هل هناك أطراف يعني من لم تكن من صف الرابحين في الانتخابات وقبلت أن تشارك في الحكومة المقبلة؟ يعني يا سيدي الكريم، مرة أخرى القضية هي الاتفاق على السياسة العامة، هي الإصلاحات التي نريد، هي ما الذي سيخدم تونس والتونسيين، ما الذي سيجعل الدولة مستقرة وفعالة، وبالتالي بعد هذا نفتح يعني أباب النقاش لمن يريد أن يدخل معنا في هذه الحكومة. ثم بعدها الشخصيات، أريد أن أطمئن التونسيين مرة أخرى على أن هم أنا برشا ناس يقول لك وينكم وش عملت؟ احنا في مسار طبيعي، احنا إلى حد الآن يوم 22 اللي هو يوم انعقاد المجلس ما زال أسبوع، يعني ما مصلحة الناس مش يقولوا تو عملنا الحكومة، هذه الحكومة لن تستطيع أن تدخل في حيز التطبيق او ان تفعل ما يريده ومنتظره الشعب قبل ان ينعقد المجلس التاسيسي. يعني دكتور منصف، يعني دكتور منصف انت تقول انه اعلان الحكومه سيكون مع انعقاد المجلس التاسيسي يوم 22 من هذا الشهر. انا اعتقد انه مثل ما قلت المجلس التاسيسي هو صاحب السياده وصاحب القرار، انه احنا سنذهب له بترشيحات وهو الذي سيوافق على الترشيحات. يعني الناس لازم تعرف اني اولا يجب ان نسميه رئيس المجلس التاسيسي، بعد نسميه رئيس الجمهورية، بعد رئيس الجمهورية يسمي رئيس الحكومة، ثم بعد كده يعني يقع تسمية الوزراء. النقاش الآن الموجود هو نقاش متعدد الأطراف، ونحن ماشيين في الطريق السوي وفي الطريق يعني الذي فيه مصلحتنا، ولهذا الناس تصبر علينا شوي وما تتقلقش، راه هذا شيء طبيعي. ولو يعني لو صار العكس، يعني لو سمينا مثلا اليوم رئيس الجمهوريه وسمينا كذا فانا حق مجلس التاسيس هو صاحب القرار. اذا خلينا الامور تمشي بطبيعتها بهدوء بلطف بتوافق، وانا اعد التونسيين انهم يعني سيكونون يعني سيفاجئون مفاجات ان شاء الله. واضح. يعني انا قلت في سؤالي الفرط انه سيكون سؤال اخير، ولكن دعني اسال سؤال اخر، هل هناك انسحابات من هذا النقاش الذي تحدثت عنه دكتور منصف؟ والله إلى حد الآن نحن نسعى مش إلى منع كل انسحاب، ونحن يعني متفتحون على كل الآراء وعلى كل التيارات. أنا اجتمعت كل يعني الفرقاء السياسيين الهامين، ويعني ما زالت هناك اجتماعات سياسية أخرى يعني واسعة، لا
نحن لا نستثني احدا، هذه حكومه تاسيسيه، نحن نريد ان نؤسس الدوله التونسيه، نريد ان نؤسس يعني نضع اسس دوله جديده، جمهوريه جديده، هذا يتطلب بعض الصبر، بعض الوقت، بعض يعني بعض التدقيق في التفاصيل، والزربه راهي في الامور هذه ماهيش في مصلحتنا. واضح، هذا ما نريد، مصلحة تونس ولا شيء غير مصلحة تونس. الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وعلى كل هذه الإيضاحات.